بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فرحان أتكلم عن ابني الغالي سامح موسى. سامح خدم معايا كذا سنة في الكرازة، كان محب جدا للأفارقة بالذات في جنوب السودان، قضى وقت طويل قوي في ظروف قاسية وصعبة، حتى المشاكل والألام اللي كان بيتعرض ليها ما كانش بيرضى يحكيها لي بالتفصيل عشان ما أقولوش تعال أرجع مصر بسرعة. فرق جدا مع الناس هناك، خلى ناس كتيرة تقبل المسيح وتتعمد، كان محب للأطفال جدا والفقراء بالذات، كان ممكن يقعد معهم في الشارع بالساعات وكان ياخدهم المستشفيات. عاش في ظروف قاسية أحيانا من غير كهرباء ومن غير مية، تعرض للموت أكتر من مرة في خدمته لأنه حصل ثورة وكان فيه انقلاب وكان فيه ضرب كتير حواليه. لما كان عنده قافلة طبية، يعني كان راجل ومسؤول عنهم في ظروف قاسية أوي لغاية ما روحهم مصر. سامح كان فدائي في خدمته، ممكن يعمل أي حاجة عشان ينقذ النفس، كان محب للكنيسة أوي وكان هدفه دايما أن الناس تعرف المسيح وتحب الكنيسة القبطية. يعني سامح ربنا خطفه بسرعة مننا لأنه يعني هو ما يستاهلش يعيش معانا على الأرض، يستاهل السماء بسبب حبه للكرازة وخدمته النارية اللي في أقل يمكن من سنة ونص كسب زيادة عن 100 نفس للمسيح، وكان في ناس كتير له تلاميذ بعد كده. الحاجات اللي عملها سامح كمان معانا إنه كتب كتب عن الكرازة، بعضها حروب ولكن ونعم هذا يحدث بالفعل، الحاجات دي كتاباته هو، وأنا كنت بقدم له الكتب دي عشان أشجع غيره يحب الخدمة في أفريقيا وفي آسيا ويبقى مستعد إنه يدي نفسه للخدمة وللكرازة. سامح كان متواضع وكان بيقبل مني، كنت أشد عليه في وقت يعني بدافع الأبوة وخايف عليه وعلى صحته، إنما هو كان يعني حبه للناس والخدمة، يعني حتى وقت مرضه كان مصر يسافر ويخدم وهو يعني ماشي بالعافية وبياخد نفسه بالعافية لأن المرض كان انتشر في جسمه، ومع كده ما قدرتش أحرمه الحياة إنه يروح مرة أخيرة يودع ولاده ويقضي معهم وقت حلو. ما زال الناس في جوبة فاكرينه بالخير، وبعض الأمهات سموا أطفالهم الجنوبيين سامح، وده اسم مش معروف في البلاد دي، لمجرد يعني إن هم عارفين إن الراجل ده حبهم وغير حياتهم وساب سيرة عطرة وساب مثل رائع لكل الخدام اللي يكرزوا بعدين. ربنا ينفعنا بصلواته ويفرحه بالسماء ويسند كل أسرته الغالية وابنه ويدينا نصيب معاه، وربنا يعني يبعت زيه آلاف وربوات لأن الحصاد كتير والفعل قليلون.